صعب. واحنا بنقترب على نهايه البيت الكبير دلوقتي، عايزك توجه رسالتين، الاولى لجمهور النادي الاهلي، وعايزه في رسالتك دي توعدهم ان شاء الله ان احنا نتوج بالتاسعه ان شاء الله باذن الله يا رب، والثانيه للعيبه. طبعا الجمهور بقول لهم بشكرهم طبعا، وبقول لهم شكرا ليكم على دعمكم ليا الفتره اللي فاتت كلها، وان شاء الله بنوعدكم ان احنا يعني نبذل قصارى جهدنا ان احنا نساعدكم في كدوري ككاس كبطوله افريقيا، وهنجتهد وهنعمل اللي علينا ان شاء الله، والبطوله ان شاء الله تكون من صالحكم يعني. ان شاء الله. كلمه تقولها لزمايلك في الفريق؟ بقول لهم طبعا ان انا طبعا بحبهم وبتمنى لهم كلهم التوفيق، وان شاء الله باذن الله نكون كلنا اسره واحده الفتره اللي جايه، ونكون نحط ايدينا في ايدين بعض ونرجع بطوله افريقيا للنادي الاهلي تاني. وانا هقول لك التاسعه يا حمدي ان شاء الله.